اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاية جديدة معايا، إن شاء الله تكونوا بخير ونعمة يا ربي. اليوم من هلا حد عاد الأكثرية نبداو في الدار ونبداو حايسين مع الصغار ودوشهم وقرايتهم وكل شيء، حاصيلو فطور ودار وكل شيء حاصيلو. هاكا اليوم جيتكم فيديو، إن شاء الله نهبطولكم بكري إن شاء الله، وإلا بعد في وقت قهوتكم وهكا وقعدتكم نتصور خير. اليوم نهار السبت، الفيديو هذا مصورته كيما العادة والعوايد ديريكت لكم جينا. فطرنا، عملنا فطور الصباح، وكل ما صورتش معاكم خاطر ما فماش حاجة جديدة يعني في فطور الصباح. هكا هو هكا كل نهار وقسمه. من اليوم عملنا فطور الصباح الحقيقة هكا هايل بالنسبة لي ولصغاري وراجلي وكل، حضرت لهم اللي عندي وكل شيء. اما اليوم عملت شملاوي فما شملاوي اليوم عندي خبز دار، وعملت عظم وزبدة وشمية وكل فازت انت اكل حطيته فوق الطاولة، وقلت لهم هاي اليوم ما فماش فطور، هزوا شبعتكم من فطور الصباح. وكهو دخلت عمل دورة للدار، عملت مسحة للدار، نظفت البيوت البان، وعندي تبش نشرته يعني حركت في الدار كيك حاجة خفافية، خاطر كي يبدأوا صغاري في الدار ما نجمش نعمل حاجة كبيرة. واني اصلا معناها ديجا عاملة معاكم روتين، قلتو كي نعمل تنظيفات هكا كل نهار نعمل بيت من البيوت ولا حاجة نعديها يعني بقيت ليمات نعديها دوبي محد هكا فطور معناها فطور والكوجينة وحوسة الكوجينة هكا. لميت الطاولة، لميت الرخامات، وجيت باش نركح الماعون، حطيته في الغسالة خاطر عندي حاجات باش نعملهم. ما نعرفش كنت هيك اليوم حسيت له طقس سخون على الاخر، قلت الراجل نمشيو للبحر، قال لي هاكا كان روحت بكري معناها نمشي، وكان روحت مأخر ما خليه نهار اخر معناها نهار راحته. المشكلة انه راجلي يرتاح بالاثنين، صغار يبداو يقراو، صغاري نهار اللي سمعوا بيا مشيت للبحر عملوا لي حالة حالة حالة، كل يوم كل يوم هزنا للبحر، يا بابا هزنا للبحر. هكا قلت خليني نحضر حاجاتي على مياتي، هكا كان مشينا نبدا محضره كل شيء، كان ما مشيناش هكا ما هني في الدار وبر. باش نعمل اول حاجه باش نعمل جاتو رولي، خديت 5 كعبات عظم يكونوا بحراره الغرفه، رشه صغيره متاع ملح، و 140 غرام متاع سكر. كان تحبوا هكا حلاوه زايده حطوا حتى 150، اماني الحقيقه 140 سافا على الاخر، خاطر بعد باش نعمل لها موس شوكولا، باش نعمل لها شوكولاته ما تستحقش برشا سكر. حطيت باكو سكر فاني زاده، وباش نركضهم مليح 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 حتى لين يضاعف الحجم نتاع العظم. وراه البنات لازم يكون العظم راهو يكون دافي، شفتوا حتى كان تبداو حاطينه في الفريجيدير مدوا حطوه في هيك سحفه فيها مي سخون. يعني ساي العظم تركض مليح، باش ناخو 150 غرام تاع فارينة. هكا نعمل على الميزان. فما شكون سألتني على الميزان هذايا الحقيقة تحفون على الاخر، هو ديجا تقريبا الناس الكل تخدم بيه، حتى اللي يبيعوا الحلو وكل شيء كي يخدموا بيه، والله تحفون يعطيني بالضبط معناه القياس. هذايا الميزان خديته من عند ريم، شريته من عند ريم، راه معرفش الحقيقة مازلت تبيع منه ولا ما راهو طيارة. كاهو لهني كملت، حطيت 150 غرام فارينة. إذا تحبوا تعملوها بالشوكولاتة تنجموا تنقص هيك 20 غرام وتحطوا معناه بودر متاع كاكا. وكاهو هذه هي الخليطة متاع الجاتو رولي، أسهل جاتو تنجم تحضرها في هيك في ربع ساعة. إذا هيك جاك حد على غفلة ولا ماشي البلاصة صدقوني من أزين الحاجات اللي تنجم هيك تقدمها، وحاجة هيك مزيانة وبنينة في نفس الوقت. هكا هو باش نخلط توك الفارينة، هكا نحاول اني بسباتيول وكهو ما غير حتى ركاضة، خاطر كان مش نعمل ركاضة اكل الهواء اللي فوسطها الكل وجيك فاشلة تحسها. هكا هو يزهم التخليط. خديت البلاتو حطيت فيه بابي كويسون باش ندخل الفور، بطبيعة الفور نكون مسخنته، حطيته يسخن على 180 درجة ونحل عليها من اللوطة ومن الفوق والمروحة، نستعمل المروحة في الجنواز. كهو
حطيتها في الفور، وهذه حاجة تقريبا احنا منها باش نكمل بقيه المكونات نتاعها. باش نعمل الموس، خديت كنهار كي خديت الموس شوكولا، خاطر حبيت معناها شتيتها الحقيقه معامله باش نعملها. تنجموا تعملوا البنات تعملوا كريمه الزبده، تنجموا تعملوا كريم موسلين هي وش تفهم، كثر ما اني عندي برشه ما عملتهاش. استنى شنو اسمها هي، تعرفوا والله من كثر ما اني توا عندي تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور ما عملتش جاتو، ولا اكثر يمكن اخر جاتو لا مش 3 شهور، عملتها في فيفري في عيد ميلاد سلمى، فيفري مارس افريل ماي، هيك 3 شهور توا، 3 شهور 3 شهور. والله مخي ما عادش فيه معناها ريتو ولا الكوجينه نسيتها، قعدت بيتا قلت مسلين شنو هي مسلين، مسلين مش حاجه في القماش يا مسلين. حاسيلو اني اخترت اني نعمل الموس، كما قلت لكم تنجموا تعملوا كريم كريمه الزبده ولا كريم مسلين بالكريمه والزبده، اما هذه اسهل حاجه. او كان نعمل الجنواز نعملها في على الفاني هيك طبيعيه، والحشو نعملها بالشوكولاته. نحاول البنات شفتوا هو الموس مكتوب عليه 200 ملي، تحط 200 ملي حليب على الباكو نتاع الموس، اني حطيت 180 ملي. نعملها معناها خاثره شويه باش الطواني بعد حتى كي نحطها في الجنواز وكل ما تبداش خارجه وكل تبدا شاده روحها بالباهي. نحط حطيت 180 ملي متاع الحليب، نقصوا في الكمية متاع الحليب هكا باش تجيكم خاطر شوي. حطيت الموس في الفريجيدير، ولهني باش نحضر حطيت 3 طوابع شوكولاتة يذوبوا، وباش ناخو صحفة حطيت فيها حليب وحطيت فيها نسكافيه، بالطبيعة للي يحب يحط نسكافيه يحطو، اللي يحب يخلي حليب يسقي بها كهو. وهذه البنات الشوكولاتة تذوبتها، تعرفوا صغيرات يحبوا الشوكولاتة يعني خاصة عندي ولادي سلمى كل ترى الشوكولاتة بالنسبة لها حاجة أخرى، هذاك علي نحب ديما هكا نحط لهم الحاجة اللي يحبها هما. الجنواز تقريب حضرت، نحب نمسح الرخايم باش نحضر البلاصة كي نمد الرولي، كي نمد الروليها يعني. لاني عندي البنات عجينه البارح ماني عملت الفريكاسي، ديجا قلت لكم راهي بقات لي عجينه وعلى اساس باش نعمل بها بيتزا ما سهلش فيها ربي، قلت خليني نمدها نحط فيها نزيد باش نحط فيها فرينه ونعملها نهزها معناها معانا. هي المحل اني قاعده نطيب راه مش في السير معناها في بالي، ما في باليش معناه باش نمشي ونقولوا حاطه 20% باش نمشيو للبحر وكل هكا، قلت منه فطور وكله اصلا ما زلت ما قضيتش الخضره، ان شاء الله غدوه احد يبدا السوق موجود نمشي نقضي خضرتي وكل، حتى باش نطيب حاجه يعني خضره ما فماش. هاني شفتوا كي نشري حكه تن كبيره والله نبدا عامله جو في الكوجينه، حس روحي اي حاجه نحب نطيبها على مدة هذي عاد كل مرة نعمل لهم حاجة هكا شيحة. لاني مديت الجنواز باش نحيله اول حاجة البابي كويسون، ردوا بالكم هذا كان نحيو اول حاجة خاطر من بعد كان هكا بردت وكل عرفتوا يندي ويتنحالكم بصعوبة. المهم باش نقلبها ديما نطوها على وجهها طريقة هذه يعني حطها على وجهها كيما طابت في الفور بالضبط. لاني خذيت لبنات الحليب والنسكافيه باش نسقي باش نسقي بها الجنواز، باش تبدا هكا شاربه هكا وتبدا فيها نكهة النسكافيه، نموت عليها يعني نكهة القهوة. فما شكون كي يمدها من الفور يرولاها، قبل كنت نعملها بالطريقة هذه كنحسها نصعب فيها على روحي، نروليها ونخليها تبرد ومن بعد ما نروليها نحط لها الحشو، خاطر معناها الجنواز تبدا سخونه يقول لك
تبدأ سخونة، كي مش تحط لها أي حشو راهي باش تذوب هالك. هو صحيح لو الناس تبدأ سخونة وكل، أما هنا علاش قلت لكم نعمل الموس، الموس نعمله معناها جامد، فهمتوا؟ ما مش شكل اللي يبدأ هكا سوبر باش ما تخرج ليش على الجناب. هذاك عليه النقص في الكونتيتي متاع الحليب. هكا حطيت الشوكولاتة وحطيت الموس وتركت الرولاها، ونحطها في المنديلة ونحطها في الفريجيدير. وكهو مستنسة نحط فيها شوية بفريوة وكل شيء، الحق ما عنديش. اوكي كان عندكم بفريوة، عندكم كاكاوية، عندي كاكاوية اما ما هيش مقلية، تجيكم محليها زيت بنينة تبدأ فيها فيك. هذيك جنواز ارتحنا عليها والله، اللي شدت مني اللي خذت مني وقت جملة. جيت توا لك العجينة اللي زدت لها الفارينة وزدت عجنتها باش نبدأ نخدم فيها ديريكت. اني اصل باش نعملها مكلف طاير، مش شباتي، خاطر شباتي نحب نخدمها بالسميد وتبدأ ماهيش خامرة كيما هكا، اما دي ما تحسهم فطاير هكا، فطاير محشي وجاو بنين، خاصة انه هما سخان ما نحكي لكم. مش حطيت فيهم هكا جبن وكل شيء، والله ما شاء الله جاو بنين على الاخر. ديما الحاجة تبدأ هيك على غفلة وتبدأ مكش مبرمجت لها وفي ساعة في ساعة باللي عندك تعملها، دي ابن من الحاجة اللي تبدأ مبرمجت لها. لاني خديت التن وخديت الهريسة خلطتهم مليح، دي ما نخلط. لاني مديتك جبن من الكونجيلاتور تحلي شوية باش نحط نرحي، خديت جبن هذايا زوز انواع، يعني ديما نخلط زوز انواع، هات فما نوعية هيك قوية شوية نخلطها بالبلندور هذا. كيف يبدأ سخون مش نورمال، يبدأ يتجبد ويبدأ بنين على الاخر. كملت رحيتهم وزدتهم، عندي بطاطا مسموطة متاع امس فاضلة ومعدنوس وبصل، خلطتهم على الجبن، خاطر كي مش تقعد لي البطاطا في الفريجيدير مانيش باش نجم نستعملها، اكيد باش تعدم واني ما نستعملهاش. هكا قلت نحطها، زدت عليها كعبتين عظم، صمت كعبتين عظم وخلطتهم، خلطت الخليط الكل مع بعض، وعظم وجبن وبطاطا ومعدنوس وبصل. ما شاء الله والله جيت روعة اصلا. العادة يعني كيف نعمل لك حاجة فطاير ولا حاجة، ديما زوز مقلات، يعني كان عندي حتى ثلاثة، لاني نعمل حتى ثلاثة عندي لما حدا ثلاثة، اما صغيرة يعني هذوما الشكل هذايا يعني عندي كان هكا. هوك اسهل باش في ساعة في ساعة في ساعة نحضر، معناها بنحكي لكم مش على الكوجينة باش تشعل بالسخانة باش تشعل، قل تحاصيل ما زلنا يا ربي العمل عليك، ما زال ماء الكوجينة ما نحكي لكم. مش ماني اني نعمل في الفطاير، راجلي قال لي ما كاركش عملت الفطاير، كارك عملت اي حاجة هيك سهلة باش عالسخانة. ما كهو الواحد لازم يتحايل. امبارح شهيتكم في الفريكاسي، فما شكون قالت لي ولدي قال لي تو تعملي الفريكاسي، اليوم باش نشهيكم في الفطاير، اليوم باش نشهيكم في الفطاير. سامحوني والله نقص، تشدني كحة و نقص ونرجع لكم. وكمان ننساش الجنبة متاعها اللي يقعد ما يشوفش النار، لازم تطيب على الجنبات الكل.
وين باش نكمل نطيبهم ونكمل نخمل الكوجينة ونركحها وندخل نرتاح شوية. من بعد مشيو كلمت ماما ولادي، قلت لهم هاي اشتعملوا، قالوا لي قاعدين. هاي قلت لهم اعملوا قهيوة وهاي نمشيو للبحر نشرب قهوتنا على البحر. هو المحل الطقس راهو بارد هكا وكل شي، فما هكا شوية ريح. ريتو في البلاد تبدأ الدنيا سخونة، راه تمشي على البحر تحسها باردة، أما بصراحة قعدت البحر وحده والله. قالك الناس اللي تحب الشتي وكل تحب البحر هما الناس اللي يحبوا الشتي ويحبوا الخضار ويحبوا حصيد وكل ما هو طبيعة. نبداو حتى عمناو ومشينا على بكري للبحر. وقت انا ذاكر تقولوا لي مازال بكري، راهو مازال بكري. احنا ناس بالحق راهو ما نحبوش الحيوط، اني واحده من الناس وراجلي وصغاري وكل ما نحبوش الحيوط. ايتو كي نمشيو للقهوه ولا نمشيو لبلاصه ما نرتاحوش جمله، ما نرتاحوش، نحسوش رواحنا خرجنا. نحبو كان هيك الطبيعه، اني نحب البحر على الاخر، نحب قعده البحر حتى هيك طقس بارد وكل ما يهمنيش. احنا ما دامنا قاعدين في الدار والنهار طويل وما عندي ما نعمل، نمشي غاديك حتى سويعة ونروح، مش مشكل، المهم هيك تنفست شوية. كملت غسلت الماعون ورجع كل حاجة لبلاصتها ونعمل تسييقة للكوجينة. سيقتها اليوم خاطر حسيتها تستحق، اني لكثر اني نمسح لكثر. اما ساعات هكا كي نعمل حاجة هكا نحسها تمسخت لازمتني، معناها لازمتني نسيقها. مسحتك الغاز ومسحت الكوجينة الكل بالجافيل هكا باش تتنحى منها الريحة متاع الزيت وكل شيء، باش نكمل نلمها ونكمل نسيقها. وهكني كملت وسكرت الدنيا باش ندخل اني الصغار فترة صيي. حطيت اني كعبة باش ناكلها حصير ونودكم وما نشهيكم. والله ما شاء الله تهبل الجبنة اللي فسته هو اللي بننها، خاصة وهي سخونة هكا. هاي نمشي نفطر ونحضر رواحنا ونخرج مع بعضنا. ما زلت لحظة جيتكم العشية اوكي باش نحط نركح الجاتور. ولي حبيت نوريها لكم قبل ما تفسد في البحر. هي مش باش تفسد، اما منظرها مش كيما في الدار. تعرفوا انتم التنقلات معناها اكيد ماهيش باش تقعد كيف ما هي. يعني شوفوا كيف شدت روحها المحلة، ما شدتش روحها برشا خاطر في جديري ما هو شكل بارد يعني. ما سافا بي شدت روحها تما. قصيت لها كل الجناب متاعها باش تبدا هكا مزيانه، وحطيت لها الموسك باش نغطاها الكل. هي اللي عنده 5 كعبات عظم وعنده شويه سكر وشويه فرينه يقوم يعمل كعبه رولي. تحبوا تعملها بالموس، تحبوا تعملها كيما قلت لكم كريم موسلين. ما هيك هوك اسهل يعني، اربح للوقت. كملت غطيتها الكل باش نحط عليها الشوكولاته. هذه الطبقه نتاع الشوكولاته الكل تهلكت زيت، يعني عملتها زيت. اني غطيتها بالبابي كويسون، غطيتها بمنديله. اكل الشوكولاته الكل لصقت في البابي كويسون. ما عندي شكل باكم مسيسة، عندي يبدأ بكوات كمتاع حلو نحط فيهم الغالب. ما عندي، شوفوا ما شاء الله منظرها ياسر محلية هيك مزيانة. مش نهزها كيف ما هي، قلت في الطبق متاعها مش نحط هذوما الفطيرات في الحكة متاعهم، نغطي عليها نحفظها كأنها كرمل ولا حاجة. وهيا وبينا.
عجب. هاني احنا جبنا في بالي يذوكم مع تاكيسان قهوة. سلمى طالك فيا. مين تبرد في عافكم؟ لطف لطف. خلي خلي كده. يعني سفروا جبت اللي في البسة هيك ما ذي ماذا فيه ما غالي هي ريح هذا في قرقة لاني مجرقي فيش ما كانت مضمونة مين دي ماذا؟ وين بحري ماذا؟ ترى كلنا الحرف حلو. حاول دخل هاي للحل
عملت الصباح سلمان نسير نديم قدم خمسة كمان تعظم مع 150 سكر باكو سكر باني ارتضم مليح وزيد 150 جرام فرينة حتى هاو لذي تحلي فاجي وبعد مدها من الفوت بخيتها بالحليب والقهوة وحطيت الموز ودوريت على ثلاثة كاو لا تقعد ترولات ومنزيلة لا بعد ومدها لا حلها لا شيء مدها من الفور حط حطيت في حط شيء صباح ولا حتى الفطور عمد وين تليفون؟ ها هي عندي التليفونات وين تليفون؟ سلمى بردت حطيت فيه نعم لن يتزوجوا والله شو مغربين بالبسكويت وانتو يشري ناكل مرة